علشان نعرف أكتر عن هذا البيان معانا الأستاذ شريف فؤاد المتحدث باسم النادي الأهلي. أهلا بيك يا أستاذ شريف. الخير يا سهام، تحياتي ليكي ولهاني رمزي ولكل مساء الخير يا استاذ شريف. مساء الخير على حضرتك. اهلا وسهلا بزملائك. مساء الخير على حضرتك. الاول بنهني طبعا حضرتك ومجلس الاداره من خلالك بالنجاحات وبالانجازات اللي بيحققها النادي الاهلي في الفتره الاخيره، وخلينا ندخل بقى على البيان. ماذا يقول البيان؟ هو زي ما تفضلت حضرتك وكابتن هاني فيما يتعلق بهذا البيان، النادي الاهلي مؤسسه وطنيه كبيره من مؤسسات هذا الوطن كما تعلم السيف، وبالتالي هو بيطلع بدور كبير في الحقيقه المشاركه في المسيره المظفره لهذا الوطن ان صح التعبير. كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي اللي تلقى مجموعه الحقيقه من التهاني والاتصالات من كبار الشخصيات زي ما تفضلتوا، بتهنئه باسبوع الانصراف ان صح التعبير، لانه هذا الاسبوع وبعد اقل من شهرين من عوده النشاط الرياضي بفعل جائحة كورونا، استطاعت فرق النادي المختلفة الفوز بمعظم البطولات في الألعاب الجماعية. صحيح. سواء كرة الطائرة أو كرة السلة، وطبعا الدوري رقم 42 في كرة القدم. وبالتالي دايما النادي الأهلي بأعضائه بجماهيره بكل العاملين والمسؤولين فيه حريصين على الحقيقة دعم مؤسسات الوطن المختلفة، لانه زي ما قلت لحضرتك النادي الاهلي مؤسسه وطنيه كبيره من مؤسسات هذا الوطن بتتميز بشده الانضباط والرقي. جماهير النادي الاهلي عريضه من المحيط الى الخليج مش بس في مصر، ودايما النادي الاهلي هو صاحب سعاده، فبالتالي لما بيكون جماهير النادي الاهلي في حاله مزاجيه يعني كبيره وسعيده ده بينعكس الحقيقه علينا كلنا كمصريين دون انتقاص الحقيقه من قدر اي منافسين، لكن هذا هو الواقع الموجود في الشارع وبيقره الجميع. السواد الاعظم من جماهير الرياضه في مصر هي جماهير اهلاويه، كل الاحترام طبعا لعموم الجماهير ومختلف انتماءاتها، لكن يبقى نادي الاهلي بجماهيره يعني حريص هو الداعم والحصن الداعم. صحيح، زي ما احنا قلنا، زي ما البيان كمان ذكر، هو مؤسسه وطنيه كبيره من مؤسسات هذا الوطن، يسعد بانتصارات الوطن، يحزن انكساراته. مصر الان في حاله يعني انا دايما بسميها انها حاله بناء والنهضه الكبرى منذ عهد محمد علي. هناك دعاوى تخرج من اهل الشر لا يستجيب لها ابدا ابناء الوطن، جمهور النادي الاهلي جزء ابناء هذا الوطن الذي لا يستجيب ابدا لمثل هذا النوع من الدعاوى، يدعمون ناديهم وجمهوره ده حماه بالفعل. ودايما بنقول ان الانتماء للوطن الاصغر يعني الانتماء او للمؤسسه الصغرى بيعني الانتماء للوطن الاكبر، فالانتماء للنادي الاهلي هو كبيره يعني شده الانتماء لوطننا وبلدنا اللي عندنا. ده شيء مؤكد، ودايما بناكد على مع حضرتك يا استاذ شريف ان النادي الاهلي مؤسسه كبيره، وان المؤسسه مؤسسة وطنية فعلا، ومؤسسة دايما عليها أدوار مهمة جدا جدا، أدوار اجتماعية. أنت دلوقتي البيان النادي الأهلي حتى في الفاظ معينه وفي جمل معينه بيكون مميز جدا. اول حاجه نبذ العنف وعدم التعصب وعدم والاتجاه مع اتجاه الدوله، واحنا دايما وجماهير النادي الاهلي دايما وجماهير مصر دايما ورا، بصراحه ورا حكومتها ورا رئيستها بشكل كبير جدا. الفترات اللي فاتت كان في بعض الاقاويل وبعض المناداه بشيء هيضر الوطن، لكن انا باكد لحضرتك ان مؤسسه النادي الاهلي دايما هي بتاخد الخطوه كمؤسسه رياضيه اولا وكمؤسسه وطنيه، انها بتاخد الخطوه. وهذا البيان المحترم بيدعم كلامي وبيدعم كمان ان احنا وجماهير النادي الاهلي واعيه جدا وعلى درايه كامله بما يحاك حوالين اولا البلد وما يحاك كمان في بعض الحالات حوالين النادي الاهلي كمؤسسه ومجلس اداره ولاعبين. فيعني كل الاحترام لمجلس الاداره وكل الاحترام لهذا البيان يا استاذ شريف، يعني بنشكر الاداره. من خليني اقول لك كابتن هاني حاجه مهمه النهارده، يمكن حضرتك واتهام وكل جماهير النادي الاهلي تابعوا بيان غريب جدا، هو بيان وهمي وعادي تماما عن الصحه، صدر يتحدث عن فكره انه هناك مدير فني جديد للنادي الاهلي خلفا لستيف بايدر، هناك دعوه لاحتفاليه في ملعب البيتش. الحقيقه انت ما تقدرش تفصل مثل هذه البيانات الحقيقه اللي بتستهدف الخروج عن النص وتحفيز الجماهير واثاره الجماهير عن اللي حضرتك بتقول.
لانه النادي الاهلي يعني جمهوره الحقيقه على مدى 3 سنوات، مجلس الاداره بيعمل تقريبا منذ 3 سنوات الان، واجه الكثير جدا من التحديات والعقبات والخروج عن النص، ولم ينزلق ابدا مجلس اداره النادي الاهلي، وكان دايما الكابتن محمود الخطيب حريص على توجيه كل المنتمين لاسره النادي الاهلي للمنظومه الاعلاميه ومنابره الاعلاميه بعدم الانزلاق الى اي مخاطرات او الى اي سجال في الوسط الرياضي حتى لا يحدث نوع من الرجل يعني الحقيقه يتسم بخلق رفيع، بخلق رياضي محترم بيميزه وبيميز النادي الاهلي عبر تاريخه، وبالتالي كانت دائما التوجيه عدم الانزلاق الى اي مخاطره. بدا بالنادي الاهلي وهذا هو منهج النادي الاهلي، وفي النهايه زي ما بنقول هذه رياضه. النادي الاهلي فاز الحقيقه او حقق 6 انتصارات زي ما تفضلتم وذكرتم، وقلنا انه 2 دوري لكره الطائره رجال وسيدات، 2 كاس رجال وسيدات، والدوري العام لكره القدم بالاضافه الى دوري كره السله والسيدات، وخسروا السيدات او لم يوفقوا في نهائي الكاس، وننتظر المزيد ان شاء الله خلال الاسابيع القليله المقبله، ويعني يتوج النادي بجمله اخرى من هذه البطولات اللي بتدخل السرور على قلوب جماهير كره القدم وجماهير الرياضه بشكل عام. اي طبعا الدعوات الهدامه اللي حضرتك يعني يمكن بتذكرها في كلامك هي اكيد دعوات يعني لم تؤثر اولا لا على الشعب المصري ولا حتى على اللي بيحصل النهارده وما يثار من اشاعات في الفتره الاخيره تحديدا، مش بس عن رحيل فايلر، احنا عندنا كم اشاعه دكتور شريف، كم إشاعة من ساعة يمكن من شهر، بقالنا شهر النهاردة كل يوم بننزل نطلع ننفي إشاعات مختلفة، ده على مستوى النادي الأهلي. نبالك بقى لما اتعرض له أو لما تتعرض له مصر يعني. فطبعا الدعوات ديت لم يلتفت إليها أحد زي ما بنقول دايما وبنكرر، وإحنا دايما في أمن وأمان واستقرار ودايما في مرحلة البناء زي ما انت يمكن تفضلت وقلت، يعني من ساعة محمد علي إلى الآن لم تحدث هذه الطفرة في البناء في مصر بالشكل القوي وبالشكل اللافت اللي احنا ما يعني مين اللي هيقدر النهاردة انه يغمي عينيه او يقفلها عن اللي بيحصل ده اكيد. كمان خليني اقول لكم الحقيقه حاجه مهمه، انه كلما زادت النجاحات صحيح كانت كم المعوقات والاحقاد والمحاولة يعني تعطيل هذه المسيره، سواء على المستوى الاصغر في مؤسسه صغيره في العمل او مؤسسه كبيره وعظيمه زي النادي الاهلي او وطن عظيم زي مصر، اللي انا دايما بقول انه بقوله خالد الذكري يعني نجيب محفوظ الحائز على نوبل، انه مصر ليست دوله تاريخيه، مصر جاءت ثم جاءت ثم جاء بعدها التاريخ. فطبيعي طبعا فطبيعي جدا انك لما تكون تتكلمي سهام عن مؤسسه كبيره زي النادي الاهلي انه تواجهها الكثير من العقبات ومن الشائعات ومن محاوله تعطيل المسيره. طيب مع الفارق في القياس، لما تتكلمي عن وطن عظيم زي مصر كاد ان يتحول الى دوله فاشله او يورث موارد تهلكه في 2011 و2016 و2013 ثم تاتي 6 سنوات الأخيرة لتقفز مصر هذه القفزة الكبيرة ويعاد بنائها في كل المجالات وتحقق ما كان يظنه البعض مستحيلا وده شيء ملموس، فطبيعي أنها تتعرض أيضا لأحقاد ولمؤامرات تحاك بليل. يبقى العبرة هنا فين؟ زي ما جمهور النادي الأهلي هو حمى هذا النادي، فأيضا المصريين وهم على قلب رجل واحد تنكسر على صخرة وحدتهم ونسيجهم الواحد كل محاولات الحقيقه النيل من مقدرات هذا الوطن. عايز بس اقول لكم ان جمهور النادي الاهلي ده جمهور مثقف وواعي وجمهور عظيم وواعي تماما اي محاولات تحاك ضد النادي او ضد الوطن. مجلس اداره النادي الاهلي لا احد يزال على الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي والساده اعضاء مجلس الاداره وجميع العاملين الحقيقه في النادي والمنتمين فيه من رياضيين واعضاء وايضا عائله الاهلي بشكل عام على فكرة لم الشمس ووحدة هذا الوطن ودعمهم الكامل وكونهم مؤسسة من مؤسسات هذا الوطن. البعض يا هاني وانت تعلم هذا الكلام يقول لك يعني ايه الاهلي فوق الجميع؟ بنقول دايما يا جماعة انه الاهلي هو فوق جميع ابنائه، والنادي الاهلي مؤسسة من مؤسسات هذا الوطن بتعمل مع مؤسسات الوطن في تناغم وتدعمه وتقف دائما ركن ركين من مؤسسات هذا الوطن الداعمة والمساندة لاستقراره، وجمهوره ينتمي بلا حدود
الى هذا الوطن العظيم اللي بنشرف كلنا بالانتماء ليه. انا بتاكد وباكد على كلام حضرتك بشكل مباشر جدا، وانا مش قلقان على مصر. يعني انا طول ما احنا موجودين مع بعض، وطول ما زي ما حضرتك بتقول في نجاحات، اكيد هيكون في اعداء كتيره جدا. ده على مستوى البلد، ما انا ما عنديش اي شك ان بلدنا ماشيه في الطريق الصحيح، وده مضايق ناس كتير. لكن بشعبنا بنتكلم على كتلة شعبية كبيرة جدا جدا إن شاء الله في ظهر بلدنا، لكن كمان على مؤسس النادي الأهلي. بأكد لحضرتك الكلام اللي بتقوله مظبوط، والنادي الأهلي داعم على مر التاريخ للدولة، يعني على مر التاريخ في مواقف كتيرة جدا جدا. ده احنا عايزين نعمله، ده عايزين نسلط عليه حتى يعني النادي الأهلي دايما دايما مش بس داعم للدولة. أنا قلت وبكرر يا كابتن هاني وأستاذ إيهاب إنه النادي الأهلي مؤسسة، مش عايز أقول من أهم مؤسسات هذه الدولة، ولكنه مؤسسة من المؤسسات الكبرى في هذا الوطن، وجزء من هذا الوطن بنجاحاته وإخفاقاته. رئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب هو رجل دولة بامتياز، هو رجل ينتمي إلى تراب هذا الوطن. مجلس إدارة النادي الأهلي، النشاط الرياضي، الأعضاء النادي الأهلي، جمهور النادي الأهلي العظيم. الحقيقة انت حضرتك احترفت وخرجت وجبت بلاد العالم، مش بس المانيا كابتن هاني، في تقدير انك لا يمكن تجد جمهور عظيم زي جمهور النادي الاهلي يضحي بالغالي. صعب، ده حقيقي، ده حقيقي. والحقيقه يعني ربما ما لدي من مال يعني يقتات به او يقدمه لابنائه هو يوفره لشراء او اقتناء تذكره او تيشرت للنادي الاهلي. الاهلي حياه بتتبنى، فما بالك مصر بقى الوطن الكبير والمظلة الكبيرة. أنت تتحدث عن نادي بيتولاه رجل دمس الخلق، مجلس إدارة محترم، رجل دولة اسمه محمود الخطيب، حريص على تحقيق نجاح للنادي الأهلي واستمرار مسيرة رؤساء النادي الأهلي الناجحين. وإحنا دايما بنتكلم الحقيقة، وكان في حوار في أحد المرات سابقا معايا قال لي إحنا دايما بنكمل بعض، إحنا كرؤساء أندية بنكمل بعض. إحنا لما بنتكلم حتى عن قيم النادي الأهلي وأخلاقه ومبادئه، الموضوع ده أحيانا بيزعج البعض. إحنا بنقول دايما إنه المواقف المحترمة التربوية الشديدة لمجموعة رؤساء النادي عبر التاريخ هي اللي شكلت هذا الدستور غير المكتوب اللي بيمثل قيم وأخلاقيات النادي الأهلي، لأنه في النهاية أنت جزء من منظومة رياضية، ودايما إحنا بنتكلم عن سمو الأخلاق لما بنصفها بالرياضة. أثرت جزء أو نقطة مهمة جدا تتعلق بفكرة ريني فايل. طيب احنا عندي مدير فني النهاردة ناجح ومؤدي أداء عظيم، والحقيقة رجل سعيد أنه بيتعاون مع النادي الأهلي وأنه بيحقق معاه هذه البطولات، والنادي الأهلي اداله فرصة عظيمة، والنادي الأهلي سعيد أنه بيتعامل مع مدرب هكذا محترم ولديه طموح. هناك مشكلة أثيرة وكان سببها جائحة كورونا. النادي الاهلي بخبرته وخبره رجاله وقدرتهم على التفاوض وصياغه العقود والاتفاقات، ودايما بنقول انه العقد هو شريعه التعاقدين، توصل الى اتفاق معين مع ريني فايل. النادي الاهلي انتهى من الدوري. بالامس واليوم خرجت الكثير من الشائعات، النادي الاهلي يوجه الشكر لفايلر، فايلر يسافر ولن يعود، هناك شرط جزائي، هناك حق فسخ. اللي انا اقوله من خلال هذا المنبر المهم ومنصه النادي الاهلي وقناته العظيمه لجمهور النادي الاهلي العظيم انه يجب الا يلتفت الى اي نوع من هذه الشائعات اللي بتستهدف ضرب استقرار الفريق، لانه ببساطه شديده هذا شان داخلي يتم حسمه داخل الغرف المغلقه. وده اللي قاله مستر فايلر، يعني فايلر قال في المؤتمر الصحفي كده، قال يعني اتفضل. أنا عايز أسأل بس سؤال يا كابتن هاني، من إمتى النادي الأهلي بيحسم أموره ويعلن قراراته على الملأ؟ من إمتى كانت التسريبات واجتهادات البعض بتخرج سليمة؟ أنا عايز أقول لك مفاجأة بقى وأخص قناة النادي الأهلي فيها. اتفضل. كل الأسماء التي قيلت ومطروحة فيما يتعلق باجتهادات البعض وتسريبات البعض هي عارية تماما عن الصحة وليس لها أساس من الصحة. والنادي الاهلي ولجنه الكوره والكابتن محمود الخطيب بصفته المفوض والقائم على هذا الملف مع لجنه التصفيات عندهم خطه ب وخطه سي وخطه دي، ويدركون تماما كيف يحافظون على قيم النادي الاهلي ويحافظون على استقراره وعلى مصالحه. وبمجرد الوصول او وقتما يرغب النادي الاهلي في الاعلان عن قرار، في وقت يعني في فرق بين
لما نبقى نوصل لقرار. وفي فرق، انا عندي قرار جاهز وعندي خطه جاهزه، التوقيت نفسه امتى هعلنها ما حدش يجبرني على الاعلان. صحيح. انا اختار الوقت المناسب لاعلن هذا القرار ودايما الوقت المناسب اعتقد في الفترات والتحديات اللي فاتت من خلال تحديات كتيره مر بيها مجلس الاداره، وكان بعض الناس بيقول لا هو ده التوقيت المناسب اللي لازم نتدخل. مع مرور الوقت اتضح ان فعلا التوقيت بيكون مهم جدا، وان مجلس الاداره عنده درايه كامله بيه حتى خروج البيان او خروج القرار نفسه او توقيت القرار، وده مهم جدا. يعني القرار توقيت القرار اعتقد بيكون شيء مهم جدا. فمهم كمان استاذ شريف ان النادي الاهلي يفهم ان كل احنا بنشتغل بشكل احترافي، السوشيال ميديا كلنا عارفين، لكن ناخد اخبارنا وناخد تاكيداتنا من الموقع الرسمي للنادي الاهلي، من حضرتك كمتحدث رسمي للنادي الاهلي بتطلع بتقول القرارات في الوقت اللي يحدده مجلس اداره النادي الاهلي. صحيح، انا متفق معاكم جدا، ودايما بنعول الحقيقه على منظومه الاهلي الاعلاميه، وهي منظومه محترمه. واحنا دايما معاكم يا فندم. طبعا انا بنتهز الفرصه وبحيي يعني زملائي الحقيقه القائمين على المنظومه الاعلاميه، سواء كان الموقع الرسمي، السوشيال ميديا، القناة، المجلة، هي منظومة متكاملة بتعمل في إطار رؤية لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وشركة الأهلي الإنتاج الإعلامي. وأنا بعتقد إن الفترة اللي جاية ستشهد كمان رؤية كبيرة ونقلة كبيرة جدا، سنبدأ جني الثمار بقى كابتن. صحيح، المواضيع كانت سنوات صعبة وكان في الكثير من العقبات والظروف كانت يعني لم تكن هي الافضل على الاطلاق. انا اؤكد لك انه يعني مرحله جني الثمار بدات، زي ما مصر العظيمه كده هتجني ثمار الاصلاح الاقتصادي ان شاء الله، استطاعت ان تصمد امام جائحه كورونا وعبرت الكثير من العقبات، فالنادي الاهلي ايضا سيجني ثمار كل رؤاه اللي بتستند الى دراسات علميه والى يعني خطط تم وضعها. احنا قلنا لكم بالاسبوع انه 2050 يعني كمان وافق على رؤيه الكابتن محمود الخطيب بشان انشاء عدد من الشركات، وكلفت عدد من اللجان برئاسه الساده الافاضل اعضاء مجلس الاداره لالقاء المزيد من الدراسه حول هذا الامر، ويتم تقديمها ان شاء الله في ديسمبر مش كده؟ ان شاء الله، ثم تكون هناك خطوات فعليا. فهذا انا بؤكد لحضرتك من خلال شاشه قناه النادي الاهلي انه ان شاء الله مرحله جني الثمار ستبدا قريبا، وانا مش عايز جمهور ثاني، جمهور الاهلي هو اعظم ما يملك النادي الاهلي في هذه المنطقه. صحيح، بنتمنى عليهم يكون عندهم ثقه في حسن اداره ورشد اداره النادي الاهلي ومجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب، ويدركوا انه النادي الاهلي في ايدي امينه، وانه الناس لا تألو جهدا وتعمل ليلا نهار وتتحمل ما لا يتحمله بشر الحقيقه من اجل النهوض بالنادي الاهلي على كل المستويات. فان شاء الله القادم افضل باذن الله. ان شاء الله القادم افضل جداً دايما ان شاء الله.